يعني اما تعرف ان الفنان بديع خيري، والد طبعا الفنان المسرحي خيري، بديع خيري اصلا كان مؤلف مسرحي كبير، طبعا طبعا عمل مثلا جميع مسرحيات نجيب الريحاني، وعمل فيلم انتصار الشباب بتاع فريد شوقي، عمل مونولوج للاهلي، هو كان مؤلف بيتكلم فيه. انت عارف في الوقت ده الاهلي كان هو اللي بدا تمصير الرياضه المصريه، فقال ايه في المونولوج دوت؟ بيقول يعني يمكن هي باللهجه طبعا بالزجل القديم، بيقول هي الرياضه، هي الرياضه ايه قبل ما يتمشي؟ هي او يسال هي الرياضه قبل ما يتمشي، كان في البلد دي اسمها ينذكر، جاهد لوحده وزهزهت بعضشي، ولا كانش حد في امرها يفتكر، اما النهارده ان كان مجالها مشي ما يكونش غير الاهلي شيء يتشكر. اوكي، لانه كان بلاغه واضحه في الكلام، بقى واضح جدا، وطبعا بيتكلم باللهجه زمان برضو كانت اللهجه العاميه والمفردات. انا بعضش يعني بعض الشيء يعني، هو طبعا هي كانت كان ليهم بعض المصطلحات اللي هي مختلفه عن النهارده يعني. فده كان بديع خيري. لكن في واقعه شهيره جدا بقى ويمكن ما خدتش حقها قوي، لما منتخب مصر وصل كاس العالم 34 ثلاثينات، كان النادي الاهلي استقبل الفريق القومي في احدى، عمل له احتفال، وكان بقى عضو فريق التمثيل اللي احنا ما قلناهوش، سليمان بيك نجيب، فنان سليمان نجيب طبعا. فقام قال برضو زجل تاني، كان حاجه مختلفه شويه، كان قال فيه ايه بقى؟ قالوا قبل ما نروحوا كاس العالم بيقول يا ما نفسي هني التتش يوم عن قريب، وهو راجع من السفر من جلي، شايل كاس العالم واول خطيب يستقبله بتحيته الفلالي، محسوبكم انتوا الكل سليمان نجيب، واهتف وسقف واعمل ابو علي، وحلي بقكم بالملبس واجيب مزيكا وارقص كل ما تدق لي. الله، هو طبعا الزجل في الوقت ده كان كده يعني، وهو الزجل كان حاجه مختلفه شويه. كل الفنانين دول بداوا غالبا مونولوجيست، بقول لك يوسف وهبي قال مونولوج اول ما طلع، وكان ما كانش فيه تمثيل غير حاجات، لدرجه حتى ما كانش فيه ممثلات، كان فيه بقى احيانا تسمع في العش في 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 العقد الثاني اللي هو من 1910 لغايه 1920 كان في بعض الرجال بيقوم بادوار السيدات، لان ما كانش لسه، وكانت البدايه اللي بدات فتحت الباب ده كانت بديعه مصابني، كانت اول ممثله فرقتها الشهيره بالظبط كده. فاللي عايز اقوله في المكان ده انه النادي الاهلي ما كانش مجرد نادي كره قدم، كره القدم دي على فكره ثالث فكره انشاء النادي الاهلي كمكان يسع الطلبه في الرياضه، كان نادي مجتمع ثقافي رياضي فني ادبي في كل حاجه.